أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد حديث يبين كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ نعم، يدخل فيه القيام. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة وضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا واللي بعد الركوع قيام، إيش اللي يفرق عن القيام الذي قبل الركوع؟ إلا بدليل، إن جابوا لنا دليل على الفرق ما يخالف، أما مجرد كلام لا، ما نقبل. نعم.